ردا على قرار وزارة الصحة على بيع اللقاح للصيدليات فقط، يعني حصرية بيع اللقاح للصيدليات. أولا، نحن أطباء الأطفال في لبنان وقفنا ضد القرار لأسباب عديدة. واحد، التلقيح ليس دواء، التلقيح هو مركب بيولوجي من الفيروسات ومن البكتيريا، منها حي ومنها غير حي. لا يجوز لأي صيدلي أن يجري التلقيح، لأنه أولا علينا أن نفحص المريض لكي نتأكد من صحته قبل إجراء التلقيح. اثنين، عملية دورة التبريد. دورة التبريد هيدا اختصاص بتجري وزارة الصحة ونحن بنجري مع كل الكادر الطبي اللي بدين يقول التلقيح من مكان إلى آخر. في حال انتقل من الوكيل للصيدلي هيدا وقت ضايع، ومن الصيدلي للمريض وضع وقت ضايع، ومن المريض للطبيب وقت ضايع، لأنه المحافظة على الحرارة يلي هي بين درجتين وثمان درجات ضرورية. اللي بينتقل اللقاح من مكان إلى آخر بهذه الطريقة أكيد رح يتلف وما بيعود فاعل وما بيعود يعطي النتيجة المطلوبة. هيدا أول سبب نحن ما مع القرار، لأنه نحن نتمنى يستمر القرار مثل ما كان، أنه من الوكيل للطبيب تنضل نحافظ على حرارة التلقيح ويضل فاعل. اثنين، نحن والصيادلة وكل جهاز التمريضي وكل جهاز الإسعاف من صليب أحمر وغيره، نحن نعمل في لبنان لصالح المريض اللبناني، وهذا هوازي السياسة الصحية يلي كانت أساسا موجودة هي يلي خلت السياحة السياحية في لبنان الأولى في الشرق الأوسط، وكانت تدر مبالغ على الدولة اللبنانية بسبب النجاح يلي كان موجود من ضمن هالقانون الصحي اللي كان موجود. السبب الآخر يلي نحن أطباء الأطفال في لبنان ضد القرار، لأنه نحن منعتبر أنه التلقيح مش مجرد أنه نعمل إبرة ونلقح. التلقيح هو بداية أو مناسبة لفحص المريض. نحن نلعب دور كتير مهم في تربية الطفل انطلاء مثل الأم ومثل البي، لأنه نحن بنشوف الطفل عند الولادة على 15 يوم، على الشهرين، الأربع ستة وغيره، تيسير عمره الطفل 18 سنة حدية سن البلوغ. يعني نحن بنساهم بصحته جسدية، بصحته النفسية، بصحته الجسدية الغذائية وغيره. يعني نحن بطريقة مباشرة عم نساهم بخلق جيل صحيح الجسد وصحيح الروح وصحيح العقل ليبني وطن في المستقبل صحيح وجيد. فبمجرد ما الصيادلي، بعض الصيادلي تمام منظم الآخرين، استغلوا القرار وبدأوا إجراء التلقيح، هي بداية سيئة لجيل الأطفال وصحتهم، لأنه لا يمكن إجراء أي تلقيح إلا من ضمن الاختصاص تبعنا. طبيب الطفل هو مسؤول عنه وعن تلقيحه وعن صحته. فأنا بتسأل بهالموضوع، أنه هل المطلوب أنه إنتاج جيل بعد 18 سنة معاق؟ يعني في معاق، يعني الطفل لمن ما عم يجي عن طبيبه ينفحص جسديا ونفسيا وغذائيا، يعني نحن ما عم نشوفه إذا كان عم بيعاني من أمراض مزمنة أو ما عم بيكون نموه جيد أو يعاني من مرض عضال إلى آخره، لأنه ما عم بيجي يتلقى عنا، عم بيلقوا الصيدلي أو مسؤول صحي آخر. هودي من الأسباب يلي نحن طلعنا فيها ضد القرار، ومصرين مع احترامنا للصيادلي ولكل الجهاز الصحي الآخر اللي نحن جسم متكامل وعم نعمل لصحة الطفل ولصحة الإنسان في لبنان. لقحوا أطفالكم عند طبيب أولادكم حفاظا على مستقبلهم لنبني الوطن. يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم.